بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاصة من تفسير الطبري، اختصره الدكتور عقيل بن سالم الشمري. سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له، فما لكم من إله غيره يستوجب عليكم العبادة، هو ابتدأ خلقكم من الأرض وجعلكم عمارا فيها وأسكنكم فيها أيام حياتكم، فاعملوا عملا يكون سببا لستر الله عليكم ذنوبكم، ثم اتركوا من الأعمال ما يكرهه ربكم، إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة ورغب إليه في التوبة، مجيب له إذا دعاه. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالت ثمود لصالح نبيهم يا صالح قد كنا نرجو أن تكون فينا سيدا قبل هذا القول الذي قلته لنا من أنه ما لنا من إله غير الله، أتنهانا أن نعبد الآلهة التي كانت آباؤنا تعبدها، وإننا لا نعلم صحة ما تدعونا إليه من توحيد الله. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. قال صالح لقومه يا قوم أرأيتم إن كنت على برهان وبيان من الله قد علمته وآتاني منه النبوة والحكمة والإسلام، فمن الذي يدفع عني عقابه إذا عاقبني إن أنا عصيته؟ فما تزيدونني بعذركم الذي تعتذرون به من أنكم تعبدون ما كان يعبد آباؤكم غير تخسير لكم يخسركم حظوظكم من رحمة الله. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ويا قوم هذه ناقة الله لكم حجة وعلامة على حقيقة ما أدعوكم إليه، فذروها تأكل في أرض الله فليس عليكم رزقها ولا مؤونتها، ولا تقتلوها ولا تنالوها بعقر، فإنكم إن تمسوها بسوء يأخذكم عذاب من الله غير بعيد فيهلككم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقرت ثمود ناقة الله فقال لهم صالح استمتعوا في دار الدنيا بحياتكم 3 أيام، وهذا الأجل وعد من الله لم يكذبكم فيه، وعدكم بانقضائه الهلاك ونزول العذاب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا
نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فلما جاء ثمود عذابنا نجينا صالحا والذين آمنوا به معه بنعمة وفضل من الله ونجيناهم من هوان ذلك اليوم. إن ربك هو القوي في بطشه العزيز فلا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وأصاب الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله من عقر ناقة الله الصيحة قد جثمتهم المنايا وتركتهم خمودا بأفنيتهم كأن لم يعيشوا فيها ولم يعمروا بها ألا إن ثمود كفروا بآيات ربهم فجحدوها ألا أبعد الله ثمود لنزول العذاب بهم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ولقد جاءت رسلنا من الملائكة إبراهيم بالبشارة فسلموا عليه سلاما قال إبراهيم لهم عليكم السلام فما لبث أن جاء بعجل قد شوي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تصل إلى العجل الذي أتاهم به نكرهم فكان إمساكهم عن أكله مستنكرا وأحس في نفسه منهم خيفة وأضمرها. قالت الملائكة لا تخف منا وكن آمنا فإنا ملائكة ربك أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وامرأته سارة كانت قائمة من وراء الستر تسمع كلام الرسل وكلام إبراهيم عليه السلام وقيل كانت قائمة تخدم الرسل فضحكت وعجبت من غفلة قوم لوط عما قد أحاط بهم من عذاب الله وغفلتهم عنه. فبشرنا سارة امرأة إبراهيم بإسحاق ولدا لها ومن خلف إسحاق يعقوب من ابنها إسحاق. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالت سارة يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا زوجي شيخا إن كون الولد من مثلي ومثل بعلي على السن التي بها نحن لشيء عجيب. قالت الرسل لها أتعجبين من أمر أمر الله به أن يكون؟ رحمة الله وسعادته لكم أهل بيت إبراهيم إن الله محمود في تفضله عليكم من النعم وعلى سائر خلقه ذو مجد ومدح وثناء كريم.
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فلما ذهب عن إبراهيم الخوف الذي أوجسه في نفسه من رسلنا وجاءته البشرى بإسحاق، وقيل جاءته البشرى أنهم ليسوا إياه يريدون، ظل يخاصمنا في قوم لوط ليرد عنهم العذاب. إن إبراهيم لبطيء الغضب، متذلل لربه، خاشع له، منقاد لأمره، رجاع إلى طاعته. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فقال الرسل: دع عنك الجدال في أمرهم والخصومة فيه، فإنه قد جاء أمر ربك بعذابهم، وإن قوم لوط نازل بهم عذاب من الله غير مدفوع. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت ملائكتنا لوطا ساءه مجيئهم وضاقت نفسه غما بمجيئهم، وذلك أنه لم يكن يعلم أنهم رسل الله، وعلم من قومه ما هم عليه من إتيانهم الفاحشة، فضاق من أجل ذلك بمجيئهم ذرعا، وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه، فقال: هذا اليوم يوم شديد شره عظيم بلاؤه. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وجاء لوطا قومه يستحثون إليه، يرعدون مع سرعة المشي مما بهم من طلب الفاحشة، ومن قبل كانوا يأتون الرجال في أدبارهم. قال لوط: هؤلاء يا قوم نساء أمتي فانكحوهن، فهن أطهر لكم مما تريدون من الفاحشة، فاخشوا الله أيها الناس واحذروا عقابه، ولا تذلوني بأن تركبوا مني في ضيفي ما يكرهون أن تركبوه منهم، أليس منكم رجل ذو رشد ينهى من أراد الفاحشة من ضيفي فيحول بينهم وبين ذلك؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال قوم لوط: لقد علمت يا لوط ما لنا في بناتك من حق، لأنهن لسن لنا أزواجا، وإنك يا لوط لتعلم أن حاجتنا في غير بناتك، وأن الذي نريد هو ما تنهانا عنه. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال لوط لقومه: لو أن لي بكم قوة بأنصار تنصرني عليكم وأعوان تعينني، أو أنضم إلى عشيرة مانعة تمنعني منكم، لحلت بينكم وبين ما جئتم تريدونه مني في أضيافي. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح
أليس الصبح بقريب؟ قالت الملائكة للوط: يا لوط، إنا رسل ربك أرسلنا لإهلاكهم، وإنهم لن يصلوا إليك وإلى ضيفك بمكروه، فهون عليك الأمر، فاخرج من بين أظهرهم أنت وأهلك ببقية من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فإن لوطا قد أخرجها معه، وإنه نهي لوط ومن معه أن يلتفت سوى زوجته، وإنها التفتت فهلكت لذلك، إنه مصيب امرأتك ما أصاب قومك من العذاب، إن موعد قومك الهلاك الصبح. فاستبطأ ذلك منهم لوط وقال لهم: بل عجلوا لهم الهلاك. فقالوا: أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. ولما جاء أمرنا بالعذاب جعلنا عالي قريتهم سافلها، وأرسلنا عليهم حجارة من طين مصفوفة معلمة عند الله. وما هذه الحجارة التي أمطرتها على قوم لوط من مشركي قومك يا محمد ببعيد أن يمطروها إن لم يتوبوا من شركهم؟ الخلاصة من تفسير الطبري.